السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة كده. النهاردة يا حباب قلبي بإذن الله هيتكلم على 5 وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم تصب عليك المال والرزق والثروة خلال 3 أيام بفضل الله. طبعا جلب الرزق من أكثر الأمور اللي اتطلبت مني، وطبعا من منا لا يحلم أن يوسع الله في رزقه، يعني مين مننا ما بيحلمش أن ربنا يوسع في رزقه، ربنا يقضي حاجته، ربنا يوسع في تجارته، ربنا يخليه يوصل اللي هو عايزه. فبإذن الله الوصايا اللي هنتكلم عليها النهاردة، وإحنا هنتكلم على 5 وصايا من فوائدها والثمرات بتاعتها ان هي بتطرد النحس المتعلق بالرزق، فبالتالي مش هتلاقي في نحس في رزقك خالص. في الناس هتقول لي يا عبد الله وفي نحس خاص بالرزق؟ ايوه يا جماعه، في نحس بيتعلق بالرزق. يعني ايه نحس بيتعلق بالرزق؟ يعني مثلا انت بتبقى شخص بتحاول تجيب فلوس وبتحاول ربنا يفتحها عليك، بتلاقي في نحس جالك، بتلاقي في تعطيل جالك في امر الرزق. وطبعا يا جماعه في مفهوم مغلوط جدا عند بعض الناس. في ناس تقول ايه؟ في ناس تقول الرزق مكتوب، انت تسعى ليه وتجتهد ليه؟ ما رزقك مكتوب يا عم، رزقك مكتوب، واحنا ليه نعمل فوائد؟ ليه نسعى ليه؟ مش عارف ايه. لا طبعا ده مفهوم خاطئ، ده مفهوم خاطئ. الرزق مكتوب وربنا مقدر كل شيء، بس ربنا ممكن يغير في اللي مقدره، ربنا ممكن يغير قدرك نهائي. يعني ربنا ممكن يقلب حالك خالص. لو انت دعيت ولجأت لله ممكن تلاقي حالك تبدل، يعني لدرجة يا جماعة ان ممكن تلاقي شخص ربنا كاتب له ان هو هيبقى فقير، بس من كتر الالحاح في الدعاء والاجتهاد الله تعالى من عليه ووسع في رزقه. فاحنا هنتكلم النهارده باذن الله زي ما قلت لكم على 5 وصايا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي باذن الله لو انت طبقت ال5 وصايا دول بالطريقه اللي انا اقولها لك بالظبط، انتظر الرزق والمال والفرج والثروه خلال ايام بفضل الله. يعني انا مش هقول لك خلال مثلا اسبوع ولا اسبوعين ولا كده، لا خلال ايام انت هتلاقي، لان انت هتعمل حاجات هتقوي الطاقه الايجابيه، تقوي القوه الروحانيه الخاصه بامر الرزق عندك. والوصيه بفضل الله نصحنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى بتوسع في الرزق بشكل غير طبيعي، يعني هتلاقي في رزق جالك من حيث لا تحتسب، هي الاستغفار. الاستغفار، من منا لم يستغفر وبعدها ما لقاش ربنا رزقه بعدها؟ الاستغفار ده يا جماعه من اكتر الامور اللي بتجلب الرزق وبتجلب المال وبتجلب الثروه، حيث ان الاستغفار من المشهور يعني عن الاستغفار ان حتى يعني دي وصيه قرانيه، يعني مش وصيه النبي صلى الله عليه وسلم بس، ولكن وصيه قرانيه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر كتير. الله تعالى يقول لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني انت لو تبت من الذنب انت زي كانك ما عملت الذنب. واما بتستغفر الله والذنوب بتاعتك بتختفي، والطاقة السلبية اللي بتتعلق بالذنوب، لأن خلي بالكم يا جماعة الذنوب بتغلب طاقة سلبية على صاحبها، بالذات الشخص المتدين. وده أي حد متدين وبيصلي هيفهمني، إن هو لو عمل ذنب ما أو عمل حاجة ما بيلاقي فيه طاقة سلبية جت على حياته كلها. فأنت لما بتستغفر الطاقة السلبية بتاعتك دي بتنتهي نهائي. فمعنى إن الطاقة السلبية بتاعت حياتك كلها تنتهي، ده بالطبع ينعكس على حياتك كلها، فهتلاقي فيه رزق ومال وفرج وثروة جولك. فبالتالي الاستغفار. طيب في ناس هتقول لي يا عبد الله طب نستغفر ازاي؟ يعني انا عايز افضل صيغه نستغفر بها الله عز وجل حتى يعني ربنا يوسع علينا في رزقنا. والله يا جماعه افضل صيغه من صيغ الاستغفار اللي هي الخاصه بالرزق هتقول استغفر الله الرزاق. استغفر الله تعالى الرزاق، قول استغفر الله الرزاق. والعدد بتاعها تقول 1100 مره، استغفر الله الرزاق 1100 مره في جوف الليل. وتفضل مستمر على الامر ده لمدة 3 ايام. يعني انا مثلا قلت استغفر الله الرزاق في اليوم الاول، بعد كده 1100، بعد كده في اليوم الثاني 1100، بعد كده في اليوم الثالث 1100 برضه. ده اسمه الحاح يا جماعة، عشان الناس اللي بتقول الاعداد الكتيرة، ده الحاح، انت بتلحها على الله عز وجل حتى يمن الله عليك ويرزقك. فده شيء مستحب، ده شيء كويس جدا. واستغفر الله الرزاق 1100 مش هياخدوا معاك وقت كبير. اوعى تستقطر العدد يا جماعه، على الرغم ان العدد يبان كبير بس انت هتشوف رزق ومال والله العظيم بعدها مباشره، هيخليك محتار، هيخليك في ذهول. فدي كانت اول نصيحه بفضل الله وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاستغفار، كثره الاستغفار. حتى الله تعالى كان بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فدي كانت اول نصيحه كده من نصايح النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي الاستغفار. بقى تاني وصيه وتاني نصيحه مهمه جدا وبتجلب الرزق والمال وبتبعد النحس والحسد والسحر وكل الاضرار المتعلقه بالاضرار الروحانيه اللي هي بتاثر على حياتك، هي اتقاء الله في السر والعلن.
في ناس هتقول لي يعني ايه اتقاء الله في السر والعلن؟ يعني لو انت وركزوا في دي كويس، لو انت قدامك تعمل حاجة حرام ما تعملهاش، محدش شايفك تقدر تعملها، ما تعملهاش وقول يا رب انا مش هعمل الحاجة دي عشانك انت يا رب، عشان خايف منك. او لو انت اتعرض عليك حاجة حرام قبل كده، افتكر الحاجة دي وقول يا رب انا مرضيتش اعمل الامر الفلاني عشان خايف منك انت، مش خايف من العباد. اتقاء الله يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ده شيء قاعدة كونية يا جماعة، قاعدة كونية. اللي بيتقي الله وما بيرتكبش الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واللي على طول لو يدوبك عمل ذنب يقوم يصلي ركعتين ويستغفر على طول، الشخص ده انا ابشره برزق ومخرج من كل ازمه مهما كانت الازمه اللي بيواجهها. مستحيل تلاقي الشخص ده دخل في ازمه غير اما خرج منها بعديها. اتقاء الله في السر والعلن من اكتر الامور اللي بتجلب لك الرزق والمال، وبتوسع في رزقك وبتوسع في مالك. اما تالت وصيه بفضل الله تجلب لك المال وتجلب لك الرزق، ودي بقى مش من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دي معروفه بالعرف، العرف ومجربات الناس السابقين، يعني هو الملح الخشن. الملح الخشن طبعا يا جماعه، الملح الخشن من المشهور عنه ان هو بيطرد النحس والطاقه السلبيه. وفي منازل كده يا جماعه، بعض المنازل بتشوفوها بتلاقي المنزل منحوس، بتلاقي ما فيش رزق، بتلاقي فيه مشاحنات. فلو انت عايز تطرد النحس من المنزل، وده بالطبع ما دام انت طردت النحس اكيد الرزق والمال هيجيلك، لو انت عايز تطرد النحس وتجلب الطاقه الايجابيه الخاصه بالمال لمنزلك، فعليك ان انت كل اللي فيها هتجيب مقدار كف اليد من الملح الخشن، مقدار كف اليد بس من الملح الخشن، وهتجيب يعني يا دوبك مقدار كف اليد، وهتمسك الملح الخشن كده، واول حاجه هتقولها هتقرا بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي البسمله 19 مره، وبعد ما تخلص ال 19 مره كلهم تنفس نفسه واحده في الملح كده، بعد كده تقرا سوره القدر 3 مرات، وبعد ما تخلص ال 3 مرات برضو تنفس نفسه واحده في الملح كده، بعد ذلك تقرا ايه الكرسي 3 مرات، 3 مرات برضو، وتنفس نفسه واحده ايضا في الملح كده، بعد ذلك تاخد الملح ده وترشه على عتبة المنزل. طب من الداخل ولا من الخارج؟ يجوز من الخارج ويجوز من الداخل، وترش على عتبة المنزل، وتعمل الأمر ده مرة واحدة بس في الشهر، وشوف ايه الرزق اللي هيجي لك بعديها. يعني انا عايز اقول لك بمجرد ما تعمل الملح الخشن ده انت هتلاقي الطاقة الايجابية ملأت المنزل كله خلال ايام، يعني بعد ما تعملها على طول هتلاقي الطاقة السلبية انتهت نهائيا من المنزل. وده شيء معروف ومشهور على فكرة يا جماعة، ده شيء مشهور، الملح الخشن مشهور عنه ان هو يطرد الطاقة السلبية ويجلب الطاقة الايجابية المتمثلة في الرزق والمال. اما كانت رابع وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى لغير المتزوجين، يعني دي للشخص الغير متزوج اللي هو زي حالتنا وزي أخواتي وإخواني الشباب والبنات اللي هم غير متزوجين، ودي من وصايا النبي، ودي يا جماعة فعلا حقيقة، يعني دي حقيقة، هي إن أنت تنوي الزواج سواء كنت فتاة أو كنت شاب، تنوي أن تتزوج. طبعا ما يعني ما حدش يفهمني غلط، ما يكونش واحد متجوز ويفكر إن هو يتجوز على مراته، لا ده حضرتك أنت مش معانا، أنا بتكلم على الشخص الغير متزوج اللي هو زي أنا كده. تنوي الزواج، تنوي في نيتك أنك تتزوج، يا رب ارزقني عشان أتزوج. لأن كان جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ثلاثة حق على الله أن يعينهم، كان من بينهم شاب أراد العفاف، الشخص اللي عايز العفاف وعايز يتزوج، ده حق على الله أن هو هيعينك، هيعينك وهيرزقك، ده أكيد 100%. أما خامس وآخر نصيحة وكانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لجلب الرزق والمال والثروة، هي اليقين في الله، أنك يكون عندك يقين أن ربنا هيرزقك وربنا هيفتحها عليك وهيرزقك بمال، حتى لو كانت كل الظروف اللي حواليك بتقولك أن أنت مثلا ممكن ما ترزقش، لا قول يا رب أنا عندي يقين فيك أن أنت هترزقني. أما تيجي تعمل فايدة مثلا بتاعت الرزاق وأنت بتعملها تقول يا رب أنا عندي يقين أن أنت هترزقني وهتكرمني. انا في ناس يا جماعه ساعات بتبعت لي تقول لي يا عبد الله بعمل فايده، عملت فايده مش عارف ايه وما نفعتش معايا، ما هو حضرتك فين اليقين في عمل الفايده؟ لازم يبقى عندك يقين وانت بتعملها كده وبتردد وخلاص، لا لازم تستشعر النيه. ده انا اول حاجه بقولها لك في الفوائد ان تستشعر النيه وتخش في الجو. وانا ليه بقول لكم في جوف الليل؟ عشان يبقى وقت الهدوء، وقت السكينه، وقت اليقين، فيبقى عندك يقين ان ربنا هيرزقك. ده قاعده مهمه، وعلى فكره القاعده دي مشهوره في قانون الجذب. يعني ايه؟ يعني حاول كده، يعني حاول تعملوا اللي انا بعمله، اقول لكم تعملوا يا جماعه والله العظيم دي ناجحه ووحيات ربنا، والله يشهد على كلامي نجحت معايا في كذا موقف. غمض عينك وتخيل ان ربنا هيديك كل اللي انت عايزه، حتى لو اللي حواليك بيقول لك مش هتقدر،
لا، غمض عينك وتخيل ان ربنا بيديك كل اللي انت عايزه. كل ما تقوم الصبح كده اشكر ربنا وفكر ويبقى عندك يقين ان ربنا هيرزقك. دي من اكتر الحاجات برضو في قانون الجذب اللي بتجلب الرزق والمال، خلي بالكم يا جماعة. فدي كانت 5 نصايح وخمس وصايا حبيت افيدكم بها يا احبابي. اتمنى لو استفدتم من الفيديو بس تضغطوا على زر اللايك وتدعوا لي بالتوفيق. اسأل الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.